يا اخي اسمعني، اذيتني وايد، ترمس انت دراك وايد وايد تهذرب. شوف ما وصيك شركه جديده؟ نعم اعطنك الكروت تراني، كم اعطنك انا فوق 2500 كرت، وزعهم ما ابغي بيت ما يكون فيه كرتنا. اي وحط بعد من عندك شركه كيساهيل الفنون كيس، يعني يا الله مكتوب في الكرت يا اخي مستعدون لاقامه جميع الحفلات والمناسبات حتى العزا نسويه، سمعت؟ اي يلا. لا لا يا هايب، يا هايب عندي فنان، نعم لاعب اجنبي عندي. شوف لك 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 النسمه لك لك موجوده، يلا زين مو تنسى، يلا يلا مع السلامه. يا احمد هلا، ايش صلحت؟ هلا ايش صلحت؟ ما صلحت شيء، هذا وانا حطيت ايديك. ها هلا بصالح، هلا بصالح. بقول لك انا وجهي خير عليك يا ابو احمد، اكلمك تكلم زبون. اكلم؟ لا اكلم هذا المندوب اللي بيسوي لنا الاعلانات، بيسوي لنا الشركه. مالك كلمه الحين؟ اسمع عندنا حفله، حفله فرصه، لا تفضحني. هذه فرصه ما تتعوض، نحن يلا يلا متسلفين وحاطين اللي ورانا، وهذا بيمعين 10,000 هذه 12,000 مسوي لنا. ما انت الحين دحين قوم 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 قوم. الو هلا 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 مدام، هلا مدام. ساعة لما ترد على التليفون ساعة، هيا خلت مساعدتي حقك واعطينا فرصة، واعطينا فرصة واحنا بنبيض الوجه. لا لا فعليك، انا اشكرك على الفرصة وصدقيني بنبيض وجهك، بس شوفين يا بلش عندليب ترى هذا انت ترى لا يخلي الطاولات ترقص. نعم افا عليك. نعم وين لين الحين؟ طع الساعة كم؟ بيض ذل المغرب وانت ما وصلت. لا 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 احنا الحين الساعة كم عندك؟ شوفي يعني عندي لنا 15 دقيقة عندك. افا عليك مالك؟ ما بشوفي مثل هالفرقة، بس هلا هلا فينا عاد. ايه انت يمكن ما تعرف شيء، ترى انا اللي هاي عازمت لنا حرمة سفير، تعرف شو يعني سفير؟ ادري ادري ادري، سفير سفير حرمة سفير، حرمة سفير حرمة سفير. بس الحين مرة 15 دقيقة عندك، يلا بارك الله يلا يلا ترياكم. انا ان شاء الله مع السلامة. قم 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 قم، لا تفضحنا. السلام عليكم. السلام عليكم. يا هلا يا هلا، تفضل تفضل. كيف ساهيل الفنون؟ كيف ساهيل الفنون؟ يعني كيف حالك؟ السلام عليكم. كيف حالك؟ هم بيحبوا يرحبوا فيك بابا. كيف ساهيل الفنون؟ كيف ساهيل؟ الساعة كم الحين؟ هل يتأخر هالكثر؟ أنا كنت رياكم من ساعة. من لازم تجمع الفرقة. وين الفرقة؟ الفرقة وين؟ لا أنت وصلت ولا الفرقة وصلت؟ وين الفرقة؟ موجود الفرقة وهذا العندليب هذا. هذه الفرقة؟ هذا العندليب. أنا جايب منك هذا سحب انسحاب، هاي الفرقة كلها. شوفي صدر يوم كاشخ أنا بنشوف بنشوف يلا. يا اخي احمد انا راح اغني راح اغني. صبر صبر صبر، انا اشيل لك الحفله هذه واخليهم كلهم مستانسين مني. صبر صبر صبر. يلا جاهز؟ ها 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 1 2 3 4 روح. كانوا يشوفونا بغضب. ما شوف يا اخي غير الاغنيه، هات لك اغنيه ثانيه. الحين دورك، الفاتحات عليك. الفاتحات يا غني الفاتحات عليك. تفضل. يا سفيره ايش تستاهل غني غني. هلا هلا يا طير يا خبر وين دلتك؟ كانهم يشوفونا العرش واحد فيهم يضحك. لا ما يعني ما يمكن احنا شويه تونا بادين يا جماعه، تونا نسخن هذا تسخين. اقول لك نعطيهم الحين التسجيل ما صفوها. اي مال فناننا هذا ارمي. طيب هات الكلام. اندوج. هي علاي علاي اندوج. هي هي
الستايل تبع الشنط وهي المصري. طلبت نظارة شمسية أنا من عنده، فأعطاني هاي النظارة، أعطاني إياها بس أنا شمسية بغيتها سودة. سودة اللي تغلق على العين كذي على الأقل، لأن تعرف. لا كيف أعطاك إياها؟ يعني أنت لقيتها ولا هو أعطاك على ذوقه؟ لا هو قال لي انا لقيت واعطاني هذا. هاي مو من عندنا هاي. اي وحده؟ هاي الستايل مو من عندنا. يمكن انت مخربط جايب علبه نظارات. لا 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 هاي يمكن نبدلهم لان هاي الماركه مش من عندنا. حتى مو من عندنا. حتى قال لي اياها، قال لي هاي ممكن تصير اوتوماتيك. ها ها. اي اوتوماتيك يا اخي، ما هاي ما اوتوماتيك. لا اوتوماتيك هي. اي اوتوماتيك هي. هاي شو اوتوماتيك بس بتقدر ترجع مره ثانيه. اها. بس هاي مو من عندنا يا غالي، يمكن انت مخاطر. انا ابغي النظاره، يعني تعطوني النظاره لما اي افتحها تصير بش. ابغيها تنفتح كذي كامله. ان شاء الله نحكي للمصنع صنع لك هاي النظاره فليكسبل لك خاصه. هاي الماركات يعني حتى لو بلاش ما بتنعطى، لو بلاش ما بتنعطى. بس هو بيقول انه اخذها من هنا. هو بيحكي هلا يحكي الحكي على جمرك، ما على جمرك يحكي يغني. إذا في عندك نظارة غيرها شمسية شوفي. كل النظارات شمسية، أنت شفتك شفتك شفت هذه شفت هذه؟ نعم. هذه أوكي. لا اسمح لي عرضوني فلوسها يعني خلاص بغيرها بهذه أنا. لا والله. إيه بغيرها بهذه لأن أنتوا أخذتوها الحين أعطني هذيك ومو بأوتوماتيك. إذا هاي أوتوماتيك بعد نفسها هذه؟ من هي؟ هذه؟ لا هاي عادي. عادي مو أوتوماتيك. يا عمي هاي اسمها نظارة، اسمها نظارة. زين نظارة عشان مو بلاي ستيشن. ممكن تعكس ضوء الشمس؟ تعكس صورة الشمس؟ إيه. لا تسوي فيديو كليب بعد. كل هاي تسوي ولا ما تسوي؟ كل بارك الله فيك. هاي حقها لازم تدفع حقها لانه هاي نظاره تلبس لبس وتنحط في علبتها مش بتلعب فيها. بس لا 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 الوحده هذه اللي هني؟ ايه كسر. كم قيمتها؟ 500 درهم. مو مشكله. استاذ استاذ اوكي يعني لانه هاي مو لانه بالشارع عندنا. هاي هديه لك. هاي هديه زين. اوكي اوكي انت شاهد انه كسر قدامك ولا لا؟ انا شاهد انه هو انظلم حرام دلوقتي نظارتين كان حرام يجربهم انظلم في رفضه يعني. انت شاهد انه كسر هاي انسيها، انت كنت موجود يوم اشترى هاي؟ هو دخل بدي لا صراحه. خذ هاي هديه كمان هناك. زين انت اطلبي هلا علبه نظاره بعطيك علبه نظاره. النظارة هذه كم قيمتها؟ 500 درهم. وانا شاريها ب 700 اعطني 200. لا والله 500 درهم حق النظارة اللي بسويها. انت عندك الراجل حرام انظلم. لا والله نظارتين انكسروا ودفع 700 كمان. خلاص الفاتورة الحين اذا بسوي لي فاتورة اوكي. اوكي سوي لي فاتورة. انظلم إيه حرام. حرام. معقول معقول يعني معقول المعاملة؟ لا انا بطلت اشتري من عندك نظارات كذا. بس انت حكيتي انت لحظة شوي انا ما بمكان، انا قاعد في المحل قاعد في المحل عزيزي. انا قاعد في المحل قاعد. هاي مش قاعد انت قاعد في المحل. انت بتضربه كمان؟ انا كم مرة شفتني هون؟ خمس مرات. خمس مرات؟ سادس مرات. وجيت تاخذ من عنده الانتيكه دي على رايه؟ انت هتدفع؟ شو اسوي؟ اعطني النظارة يلا. خذ النظارة مكسورة، خذ اعطيك سوبر جلو كمان، اعطيك 3 دراهم سوبر جلوش. عفوا لو سمحت وقفتي معه. لا 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 انت ظلمته. ايوه ظلمته. الراجل داخل بدي قدامي. فيديو كليب احنا ظلمته. ايوه فيديو كليب داخل بقلبه. ايه لو سمحت انا متفقه معاه. لو سمحت متفقه معاه على ايه؟ ايه اللي متفقه معاه؟ راجل حرام انظلم قدامي. لو سمحتي روحي. لا مش راجل، خليني اروح. اهو لا لا اوكي خلاص اسمعي. لا لحظه يا مازن لحظة قاعد نصور وياك. صور وياك كاميرا خفية يا مازن. يا اخي صور وياك كاميرا خفية. خلاص اوكي وياك. تدري نحن نحبك والحلم. انت تنكسر ولا تتكسر؟ تنكسر بس فوق رؤوسكم هلا بكسر. انا بسوي في الناس افلام، جاي تسوي فيه افلام. حبيبي بالعكس احنا اتفقنا بهال كان وياك موظف هذا ولا اخوك؟ اتفقنا وياه، قلنا له متى بيجي؟ قال هو راح صلاة، قبل شوي دخل وراح صلاة. خلوه بس. هاي الصلاة دخلت فيها صلاة وخليت روح اصلي مرة ثانية. سلام حبيبي. والله انا بتصحصح كاميرا خفية لسما دبي. ان شاء الله ينعاد علينا وعليكم ان شاء الله.